الأسواق في تركيا مكبلة بأرقام الفائدة المرتفعة للغاية وفق اقتصاديين للمرة الخامسة على التوالي. يثبت البنك المركزي التركي الفائدة عند مستوى 50%، وهو ما يدفع كثيرا من المستثمرين نحو وضع رؤوس أموالهم بنظام الودائع عوضا عن تشغيلها في السوق. ووفق تصريحات البنك المركزي، فإن الهدف الأهم الآن هو خفض التضخم، حيث وضعت الحكومة تصورا للتضخم عند 38% نهاية العام الجاري، تمهيدا لخفضه لأقل من 10% عام 2026. عندما نخفض الفائدة هذا يعني تراجعا عن سياسة التشدد النقدي. سنستمر في تطبيق هذه السياسة حتى خفض التضخم وفق أهدافنا متوسطة المدى. في الأسواق يرى قطاع كبير أن الأسعار مرتفعة والتضخم قياسي والإقبال ليس كسابق عهده، وهو ما انعكس على كثير من الاستثمارات الصغيرة والكبيرة. في كل يوم زيادة. أنا لدي دكاني ويفترض أن يكون وضعي جيدا. في كل يوم أفكر هل أغلق دكاني؟ نحن في وضع سيء. في كل يوم هناك زيادة جديدة. وعلى الطرف الآخر، ومع أسعار الفائدة المرتفعة، تسجل الليرة التركية بعض الانخفاضات وتلامس حاجز 34 ليرة لكل دولار واحد. وفرضت الحكومة زيادة على بعض الخدمات مثل الكهرباء، فيما لم ترفع الحد الأدنى للأجور منتصف العام كما جرى خلال سنوات ماضية. ربيع الصعوب، المشهد، اسطنبول.